مساء الخير، مساء البهجة على كل متابعين منتهى البهجة. النهاردة لازم نقول بوم عشان أنا جايلكو بمفاجأة حلوة جدا، معايا سربرايز هتكسر الدنيا. الحلقة دي مهمة لكل البنات، لو كنتي بنوتة، لو كنتي مامي، لو كنتي تيتا، لو كنتي عايشة حياتك لنفسك وبس، برضو هتكوني محتاجاها علشان هنقولك ازاي تقدري تحسني نفسيتك وتزودي من جمالك بنفس الوقت بصورة طبيعية جدا جدا جدا، عشان هيكون منورني ومعايا ومعاكم خبيرة التجميل رانيا يوسف. اهلا بيك. اهلا بيك يا نور. عاملة ايه؟ الحمد لله منوراني. على المقدمة الجميلة. حقيقي انا الحلقات دي بتكون خفيفة جدا على قلبي. مرسي ليكي وعلى تقدمتك الحلوة وعلى مشاهدينا، بس حابة استغل وجودي معاكي واقدم خالص تعزية لمدرسنا ومعلمنا الفنان والاستاذ محمد الصغير، ربنا يا رب يرحمه ويرحمنا جميعا، وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم. ربنا يرحمه ويرحم الجميع يا رب. نورتيني. الله يخليك. قولي لي بقى الفكره، ازاي قدرتي تجمعي بين الحاجتين، الجمال والطبيعه؟ ازاي قدرتي توفري سنتر بيعمل لنا كل الخدمات اللي بنحلم بيها وفي نفس الوقت بطريقه طبيعيه من غير شويه كيماويات؟ من بما اني ست وغالبية الستات دايما بتشتكي، احنا جربنا كتير، احنا اشترينا كتير، احنا حطينا كريمات، جربنا خلطات ومفيش نتيجة وفي تكلفة على طول. فدايما انا من عشاق الطبيعة، والطبيعة بمعناها ليها اسرار، فحبيت بسبب حبي للطبيعة ان انا ادور في اسرارها وابحث ايه الحاجات اللي ممكن تفيدني انا كست وممكن اعمل بيها حاجات تفيد الناس. ومن هنا جت الفكرة ودورت فعلا في أسرار الطبيعة ووصلت النتائج هايلة، إن أنا أقدر أوصل بإن أنا أعمل مكان بيوفر لأي ست وكل العاملين اللي معانا ستات على دراية كاملة وخبرة عالية والتدريب إزاي يتعاملوا مع الحالة وإيه المشكلة بتاعتها وإزاي يكمل النهاردة المشوار التجميلي بالطبيعة ليها. بجانب طبعا زي أي سنتر اللي عندنا خدمات موجودة متوفرة، ولكن فيها بيبقى نسبة 60-80% منتجات طبيعية، بجانب بقى العلاجات بالطبيعة اللي هي بالنسبة لي أهم حاجة في الدنيا. ما شاء الله. طبعا ده اكيد اخذ من حضرتك جهد ودراسه ومذاكره واجتهاد رهيب عشان توصلي طبعاً للنتيجه دي، ما شاء الله. طيب احنا اكيد زي اي سنتر بيقدم كل الخدمات، أكيد. ولكن ايه الحاجات اللي بتفيدنا بطبيعه اكتر من الكيماويات؟ ايه الخدمات اللي بتقدميها او بتتميزي بيها بصوره طبيعيه؟ تمام. هو السنتر عندنا زي اي سنتر متعارف بيه، بيوتي سنتر، بيقدم كافه الخدمات للسيدات علشان تسعى دايما لاظهار جمالهم اللي هو سر اناقتهم. ولكن بالنسبة للحالات اللي أنا ببدأ أشتغل عليها في المشاكل اللي قدرت أستحوذ عليها بنتائج من الطبيعة، عندنا مثلا مشكلة بتواجه كل الستات وكل البنات مع مختلف أعمارهم، تساقط الشعر. جدا مشكلة مش عارفين هي يعني سببها إيه ونعمل إيه ونحط إيه ونصرف إيه، فكانت دي مشكلة بتشغلني جدا جدا. والحمد لله بملك هقول الزيوت وملك الاساس الطبيعي عندي توم، وده كان هو المتربع على قصه تساقط الشعر. طبعا في حالات بعملها في شكل كورس بتيجي، لان دايما الحاجات الطبيعيه اللي بتسيب حتى الناس تقول لك احنا ملينا احنا زهقنا، لا انا موفره لك مكان بنعمله لك في شكل كورس مكثف لمشكله اللي بتواجهيها زي تساقط الشعر مثلا، وبتيجي كل فتره بتبداي تتابعي معانا بتكنيك معين باختيار الزيوت الصح ومن اماكن صح بتقدري توصلي للنتيجه اللي انت محتاجاه. بجانب طبعا في ستات كبير فكتيره في مرحله عمريه بتقولك انا حاسه ان وشي بقى مش زي الاول، خطوط بيضاء، تجاعيد. طبعا عندنا برضو في زيوت هايله هايله للقصه دي زي الجوجوبا، هي مش عارفه تستخدمها ازاي، استخدمتها وما جابتش نتيجه. وانا كمان الجوجوبا اسمع عنه احط يومين ثلاثه اذا مفيش نتيجه لا خلاص كنسل. هي دي الميزه، هي دي الميزه اللي انا بقدر اوفرها للعملاء بتوعنا، لا تعالي واحنا بنقدر نحل مشكلتك. طبعا بيبقى في ناحيه طبيه انا دايما بتوقف عنها وبوجهها، لا والله انا مش هقدر احل المشكله دي، دي لازم تتوجه لطبيب هو بيرشدك ليها من الناحيه الطبيه. ولكن بيبقى انا ليا الجزء الخارجي اللي هو ازاي اعتني بالبشره،
ازاي انضفها دايما، ايه المنتجات الطبيعيه اللي هستخدمها، ازاي اداري التجعيد، ازاي اداري الغمقان، ازاي تساقط الشعر الهيشان، حتى تشقق الاقدام، الضوافر والوانها اللي دايما بتبقى مصفره او ما بتطولش. البنات اللي بيطلع عندهم الشعره تحت الجلد وبتعمل لهم مشكله، فانا بستلم المشاكل في رموئيتا زاد وببدا اشتغل عليها بمواد طبيعيه 100%. هو كمان الناحيه الطبيه مشتركه معانا في الشعر وفي البشره وكل ده، بس احنا ممكن اكون اوكي مفيش مشكله صحيه بس برضو شعري بيتساقط، الجو والرطوبه طبعاً وعدم اهتمامنا وعدم الاهتمام والنفسيه وكل ده طبعا بيدمر شعرنا ووشنا وهالات سودا. طب والهالات السودا اخبارها ايه معانا؟ والله الهالات السودا من المشاكل اللي دايما بتحتاج متابعه بطريقه خزعبليه، ومهما الست جابت كريمات ايا كان غلو ثمنها او مكانها او مصادرها، هي مش قادر توصل لمعنى واحد، ان هي من المشاكل المزمنه اللي هي دايما بتاخد دورتها وترجع تاني نعمل هولد ونرجع نكرر دورتها. الشاي الاخضر رائع رائع، بس هما برضو الطريقة التكنيك اللي بتتعمل بيه، لانك تعرفي ان انت لما تسترخي وانت بتعملي بالاخص الماسك او العناية بالهالات السوداء، اهم حاجة الاسترخاء، ان هو نو ستريس، علشان تقدري تطلعي حتى الطاقة السلبية من الجسم، يبدأ الشعرات الدموية تهدى، فيبدأ ما يضخش الدم بزيادة او تعمل غمقان بزيادة، فتحسي بهدوء في الاعصاب. زائد متابعة استخدام الخيار، الخيار مليان بالفيتامينات، بس ليه برضو طريقة استخدام معينة ووضعية معينة، بتقوم البنات عندنا في السنتر براحة العميل تبدأ تحط له الحاجات اللي أنا بقولها أقولها على دي بطريقة صح وفي المكان الصح وبمداومة صح، بس طبعا هي ليها حلول بس عايزة المتابعة المداومة. لكن الحاجات دي علاجية، لكن ازاي بقى نقي نفسنا من ده؟ احنا ممكن نعمل وقاية ولا هو هي كده كده موجودة؟ هي الوقاية، انا بمثل الوقاية، في وقاية بتتم طبعا بس مش لقصة الهالات السوداء بس. يعني مثلا حضرتك اكيد سمعتي عن الديتوكس، في مشروب بيتشرب عشان ننظف بيه معدتنا من ممكن اكل او جسمنا من السموم اللي بتدخل فيه. تعرفي ان انا عامله في السنتر عندي حاجه اسمها ديتوكس للشعر وللبشره وللجسم، حاطه في الكلام ده كله ودمجه بيه كل المواد الطبيعيه اللي بتعمل تنظيف لفروة الراس، للجسم الجلد الزائد عن طريق السكرابنج دايما، حتى للبشره في ليها نوع سكراب معين وزيت بيتوزع بطريقه معينه لنضاره ونظافه البشره. فبما اني على طول بعمل كلين لجسمي ولشعري ولبشرتي، بيبقى سهل جدا احل المشكله بان انا استخدم الحاجه المفيده للهالات السوداء او لتساقط الشعر او للتجعيد او للجلدي وهكذا. تمام، حلو جدا. خلينا نرجع بقى للشعر عشان احنا سبناه ومشينا كده ودخلنا في حاجات تانية. ايه المشاكل تاني اللي بتواجهنا ونقدر نحلها؟ يعني طبعا انت عارفة بروباجندا البروتين والفرد الشعر، وكل عايز يفرد شعره وكله شعره هايش، يعني في الصيف رطوبة وفي الشتاء جفاف من قلة شرب المية، فاحنا كده كده المشاكل مكملة معانا. يعني دي حقيقة، دي حقيقة. وكتر ازاي نقدر نحل؟ كترت جدا الموضوع البروتين وكراتين والكلام ده كله، مع احترامي للمنتجات دي بصرف النظر عن سلبياتها او ايجابياتها، انا حبيت اوفر للبنوته لو انت شعرك كيرلي بالفعل وزهقانه من شكله لانه دايما ناشف وهيشان، طب انت فكرتي تيجي عندنا وتعملي معانا ماسك بذر الكتان. بذر الكتان هو يعني عايزه اقول لحضرتك سر تجميل الشعر الكيرلي، بس هي الفكره ان الام او البنت او السيده انها تعمل القصه دي بيبقى قد ايه متعب في ان هي تخلط وتعمل. انا بوفر لك الجلسه دي في السنتر، وبالفعل بنقوم نعملها بطريقه غسل الشعر بشامبو معين بيزود من رطاوه الشعر ونظافته، زائد ان هو ما بيساعدوش على الهيشان، ما بيتعرضش لاي سخونه مباشره، بجانب طبعا بذر الكتان بيتحط بتكنيك معين، ان انا حتى ما بمسكش الشعرايه من فوق، انا بمسكها من تحت وابدا ارفعها بطريقه معينه عشان ابدا انشف منها الميه، وفي نفس الوقت اديها جرعه الدهون او جرعه الترطيب اللي هي محتاجاها. يعني اما نحافظ عليه كيرلي بالظبط،
بنفس الوقت بشكل جميل. بالظبط. وبرضو ما يمنعش الامر ان بعض السيدات حابه تشوف شكلها، شعرها مفروض وده حقها، فبدل ما ندخل في متطرقات انا مش حابه اتكلم فيها، انا بقول لها ايه المانع نستخدم يعني تاجر الترطيب اللي هو احنا بنسميه لينا احنا الذهب، يعني انا كست انا بالنسبه لي جرام زبده الشيا هو بالنسبه لي جرام ذهب. أيوة. لان زبده الشيا من الحاجات اللي بتستخدم للشعر وللبشره، يعني حاجه هايله، بتليها تكنيك معين وبتستخدم بطريقه معينه، بس بعض الناس بيستخدموها دايركتلي على الشعر. لا، احنا بنستخدمها بطريقه معينه، ولازم يكون الشعره مش نظيفه، يعني على الزيت اللي موجود الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه، تعمل ماتشنج مع الزيت ده وتبدا تديني نتيجه طريان هايله. زائد ان ممكن تستخدميها في البيت بعد الحمام كحمام كريم بدون اي اضافات دايركت على الشعر. وطريقه غسلها برضو بتبقى سهله جدا عشان الماده اللزجه اللي فيها، فبتبدا تغسليها برضو بالشامبو اللي انا عاملاه فيه زبده شاي وجوز الهند طبعا. يعني حتى الشامبو انت اللي بتدخلي طبعاً فيه، بتحطي منتجاتك عليه. يعني حضرتك لو حد في السنتر جاي وعايز يعمل سشوار وبيبيليس، وده زي ما قلت لحضرتك احنا قسمين، القسم العادي بنوته او ست عايز تعمل سشوار وبيبيليس، اوتوماتيك لازم يبقى فيه نسبه 60% من المواد الطبيعيه داخل الشامبو، داخل البلسم اللي بنستخدمه، يحمي شعري من السخونيه، يحميه من التقصف، من التساقط. ودي ميزه مش بتلاقيها في السنترات، انا رايحه اعمل شعري هو مش فارق السشوار قد ايه والسخونيه قد ايه ويطلع بعد قد ايه. احنا بنشيل كمان هم ومشكله ان انا بعد ما هعمل شعري سشوار او بيبي ليس هقعد بعدها شهرين ثلاثه بعاني من ان شعري ناشف وقصف، وممكن يكون ريحته كمان فيها شياط من مطرح الزيت اللي موجود. لا، انا عندي لازم اغسل الشعر زي ما قلت لحضرتك بشامبو بينظف مسامية الشعر كويس جدا، وفي نفس الوقت كريم بيحسن من مظهرها ويحميها من الحراره عليها. وقيسي ده بقى على كل الاقسام، يعني قيسي ان في النهارده سيدات وبنات تيجي مثلا على حواجبها، احنا مش حابين النهارده نعمل حواجبنا كده، احنا هنزود من حواجبنا بطرق اكيد حضرتك بتسمعي عنها. انا بجيب البنات الحلوين دول وعامله لهم كورس جميل جدا لتكثيف الحواجب والرموش، وده بيتعمل بصفه دوريه ومستمره وما بتكلفش، وفي نفس الوقت احنا اللي بنقوم بادائها، لان طريقه حركه كمان الفرشه مع الحواجب هي اللي بتساعدني انها تحفز المنطقه دي. هنا بقى مذاكره واجتهاد زي ما قلنا، يعني طبعا طبعا اكيد. ففي حاجات كتير جدا جوه السنتر انا زي ما قلت لحضرتك دمجه ما بين سر الطبيعه اللي انا بعشقها وما بين التجميل والصحه. يعني مش هنقول بقى مستحضرات تجميليه، هنقول طبيعه تجميليه، هنقول علاجات الطبيعة تجميليه، هنقول اسرار طبيعه. بالظبط طبعا. احنا قلنا جمالك من الطبيعه طبعا بقى. اكيد اكيد. طيب وبالنسبه للحاجات دي بتاعت الشعر خصوصا، سواء كنا هنفرده او هنخليه كيرلي بس محافظين عليه، تمام. فاحنا هنا دي بالنسبه لي علاج، ده بيكون دايم معانا ولا كورس ولا شكل الجلسات بتكون ايه؟ سؤال جميل جدا يا نور ما شاء الله، يعني لان كتير قوي الستات تقول طب وانا النهارده ايه اللي هستفيده لما هعمل وهقف، طب ما انا رجعت تاني. بالظبط. لا ده مش عندي بقى، يعني ما شاء الله الحمد لله بفضل ربنا ومذاكرتي والتيم فريق العمل اللي بيعاوني في القصه دي ما شاء الله عليهم، وكلهم طبعا انا بشكرهم. انا عامله بروجرام لكل ست عندها مشكله ما في اي منطقه، شعر، بشره، جسم، ايدين، رجلين، عروسه. بعمل برنامج علاجي، ودوره اي برنامج علاجي عشان ابدا الاقي منه نتيجه 3 شهور. ده الافضل بالنسبه لي وده الافضل للعميل. في بعض الحالات بتستغرق مني اكتر من 3 شهور زي الشعر مثلا، لان لازم اشوف دوره منبت الشعر معايا طلع عامله ايه وهتقدر تتعامل معاها ازاي. عامله برنامج تاني بقى في البيت، انا خلصت الكورس بتاعي، لقيت النتيجه اللي هي بتتمناها، دفعت الفلوس اللي هي فعلا ما ترهقتش فيها. فابدا اعمل لها جزء بقى تاني عن طريق المتابعه، عن طريق النت. يعني بستقبل الاسم بتاعها على الفيس وابدا اتابعها، عملنا ايه، غسلنا ازاي، حطينا ايه. وابدا اعمل لها منتجات، ببدا اوجهها لها بخلط المواد الطبيعيه فيها، يا اما جزء هي بتعمله في البيت زي الدواء. يعني انا كاني بوصف لك دواء تمشي عليه. وبيبقى في فتره متابعه في السنتر كل فتره عن طريق اني بكلمها، ولا انت ليكي جلسه مجانيه او ليكي جلسه متابعه، عشان دايما يبقى للشغل معايا في نتيجه على طول. وطبعا ما فيش حاجه في الدنيا، ودي من اسرار برضو الطبيعه،
بدون متابعه وهتدي نتيجه. طبعا فالطبيعه اساسها المتابعه. طول ما اهملتي في الشيء عمرك ما هتلاقي جماله. طول ما انا مهتميه بيه وصح اكيد هتلاقي جماله. فدايما دي تنبيهي لاي عميله، لازم نكرر يعني متابعتنا، ولازم نهتم بان انا ابعد عن الرولز السيئه اللي كنت بستخدمها او الروتين الغلط عشان ادي نتيجه طول العمر صح. بس بالظبط اي حاجه بتهمليها خلاص حتى اللي بنيتيه بيتهد. طبعا فلازم بقى انا دايما بخوفها بقول لها احنا وصلنا لنتيجه حلوه، عايزين نكرر الروتين ده او نغير ده او نستخدم ده وبلاش ده علشان خاطر توصلي للنتيجه الحلوه اللي انت خارجه بيها من هنا. وطبعا الستات لما بيسمعوا ان الحاجه الحلوه دي هتبوظ بتلاقيهم لا خلاص انا هعمل وهسمع الكلام. ايوه لازم تهديد طبعا. طب لو احنا حابين نقدم للساده المشاهدين حاجة ينفذوها في البيت يبقوا استفادوا كده بحاجة بسيطة، تفتيح بقى او تستغلين يا نور. جدا لازم نستغل الجمال ده. ربنا يخليكي، تحت امرك وامر المشاهدين. الحاجة اللي اسمها الفترة اللي فاتت دي دايما بترهق الستات ان فجأة بشرتنا عجزت، فجأة كرمشت الخطوط البيضة. فانا اكتشفت ان في العلم قصة التجميل وشد البشرة يعني نحط على رأسهم الجيجوبا، زيت الصندل رائع، خشب الصندل رائع رائع لشد البشرة، البودر لبان الذكر، يعني احنا لو جبنا بودر لبان الذكر وحطنا على بشرتنا مع نقطة زيت لوز حلو، مش عايزة اقول لحضرتك انت هتلاقي بشرتك قد ايه مشدود. بس الفكرة ان الست فاكرة ان انا هعمل ده فبشرتها هتتشد، خلاص بقى انا ده على الاقل مرتين في اليوم لمده اسبوع دايركت، على الاقل تحس ان وشك اتشد، المسام اختلفت، البقع ما ظهرتش. يعني انا لو زودت برضو على الخلطه دي زيت بذور العنب رائع رائع للبقع، البثور السوداء، الحبوب الداكنه تحت الجلد بتساعد جدا، ده مضاد حيوي فيها ومضاد للاكسده، بتنظف البشره. حلو قوي رائع. نصيحه دايما احب اقولها لكل الناس اللي بتشوفنا، البن البن ده بالنسبه لي انا بستخدمه في كل حاجه، سواء في الماسكات السكرابنج، سواء في الشعر جوه الشامبو زي ما بنسمع عن شامبوات بالكافيين. انا احيانا بخلط الشامبو بالبن وبسيبه على شعري لفتره، بتسحب كل الحاجات الضاره بشعري، تفتح المسام وتساعد على ان هو يطول ولونه كمان. يعني للستات اللي شعرها بيبقى ابيض طبعا وبتزهق من الصبغه، اللون البني قطرته مع البن او الالوان الغامقه دايما بتقفل مع البن وبتبدا تغمق لون البشره. وطبعا مش هقول لك اسرار تانية كتير، لازم اما تيجوا تشرفوني. طيب تمام جدا. بالنسبه للقدم بقى اخر سؤال، الناس اللي بيكون بتشرب عنك والسكر السكري والحاجات دي بتبقى حالاتهم طبعا صعبه، طبعا الحل بيكون موجود برده عندك لمده طويله؟ لا هو انا بالنسبه لي بيبقى مرتين، يعني نقول مره كل 15 يوم بتيجي تعمل العادي بتاعها اللي هو ازاله الجلد الميت من الضوافر اللي هو البديكير العادي اللي بيتعمل في اي سنتر، بس انا بزود في الميه لازم اساسي زي ديتوكس زي ما قلت لحضرتك. الديتوكس ده بيتحط فيه البيكربونات الصوديوم، بيتحط فيه زيت نعناع، بيتحط فيه زيت، بيحط زيت النعناع وملح الليمون، بيعمل فوران للجلد، والميه السخنه كمان بتنزل لي 80% من جلد الموجود الميت. مع طبعا في حاجات للاصفرار بتاع الضوافر، في كمان حاجات علشان خاطر الضوفر ما بيطلعش. ودايما القدمين للناس اللي اصحاب مرضى السكر دايما بنهتم بالترطيب، فطبعا الفازلين وشمع العسل الكلام ده كله ده مهم، وساعات زبده الشيا. الترطيب يا جماعه ده مهم جدا لشعرنا ولجسمنا ولكل حاجه فينا. بشكرك جدا يا مدام رانيا، نورتيني وانا شخصيا استفدت منك كتير، وان شاء الله اكيد هنكررها في فقره تانية تكون اكبر من دي، واتمنى ان الساده المشاهدين كلهم يكونوا استفادوا معانا بفقره جمالك من الطبيعه. اشوفكم في حلقه جديده من منتهى البهجه، دمتم في جمال وصحه.